متابعينا الاعزاء مشاهدينا الكرام، كأس سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني للخيل العربية الأصيلة في مسافة 1600 متر، الانطلاق مع 10 من الجياد القوية تتنافس على هذا الشوط وهذا الكأس. العتيق الصافي عراب رداد، تي ام ثندر سترايك واتشي زمير منزا مهجة وتي ام دراجون برايت الصدارة والمركز الأول مع الصافي لسادة مربط إنجاز مع الخيال ستيفا لجاج على المركز الأول. المركز الثاني رقم تسعة مهجة لسادة أم قرن أيضا على ثاني المراكز. المركز الثالث تي ام دراجون برايت على رابع المراكز ثالث المراكز. المركز الرابع مع الشحانية العتيق في المركز الرابع من دفاع قوي فعلا. المركز الخامس المرشح الجواد اللي هو تي ام ثندر تراك، التقدم مع رقم سبعة زامي الزاخر في الدفاع قوي الآن. الصدارة تزال مع الصافي على المركز الأول وعلى الصدارة. المركز الثاني الآن مهجة في وضع قوي، مهجة لأستاذ أمقر في الدفاع جميل الآن، والمنافسة تشتد في كأس سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني. الصافي على المركز الأول وعلى الصدارة، لكن تي ام ثاندر ستراك موجود ومتواجد، البانديميول متواجد، الشحاني أيضا من الجهة الخارجية تشوف تتقدم الآن والصدارة والمركز الأول. تنتقل الآن بدورها إلى الجواد اللي هو تي ام ثاندر ستراك المرشح الأول المرشح الكبير. المحاولة القوية مع الصافي في اندفاع قوي على المركز الثاني، المحاولة تأتي من الشحاني وواتشي في محاولة قوية واتشي، لكن الصدارة المركز الأول. كأس سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني يتجه الآن إلى تي ام ثاندر ستراك، تي ام ثاندر ستراك إلى كأس سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني. متابعينا الأعزاء مشاهدينا، إذن متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام، كما نشاهد المركز الأول مع الجاد رقم خمسة تي ام ثاندر ستراك اللي استاذ أم قرن وفوز بكأس سمو الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني. المركز الثاني مع رقم ستة واتشي لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. المركز الثالث الصافي لأستاذة مربط إنجاز. المركز الرابع مع الجاد رقم أربعة رداد لأحمد بن عبد الله المرزوقي. المركز الخامس زمير لأستاذة مربط زاخر. تهانينا وألف مبروك. الخيال خيال الجواد الفائز تي ام ثاندر ستراك بكأس سمو الشيخ عبد الله بن خليفة الثاني. جمبة استهام الف مبروك. المدرب البان ديميول الف مبروك للسيد البان ديميول. المالكة سادة ام قرن تهنى الف مبروك. بالنيابة عنهم يتفضل السيد عبد الله الكميسي. تهنينا الف مبروك.